هل يمكنني حرق مخلفات الحديقة أو نفاياتها؟ خلال فترة Fire Danger Period لا يمكنني، ما لم يكن لدي تصريح خطي بذلك، مع الالتزام بكل شرط من شروط ذلك التصريح. ينبغي وجود شخص في جميع الأوقات، كما يتعين علي إطفاء النار تماماً قبل المغادرة. خلال فترة Total Fire Ban Days لا يمكنني إشعال حريق خاضع للرقابة على الإطلاق، حتى لو كنت قد حصلت على تصريح من قبل. يحظر حظراً كاملاً إشعال جميع أنواع النار. تعرف على المزيد حول الحرق الخاضع للرقابة وكيفية اتباع القواعد من خلال زيارة cfa.fig.gov.au/languages.